الحاجة المهمة اللي لازم نفكرها أو حاجتين، الأولى في رأيي إنه مش دي أول مرة القضاء المصري يصدر أحكام قاسية وشديدة وغير إنسانية. تاريخه كله مليء بهذه الأحكام، سواء إعدام أو سجون. حقيقة سلاح الإعدام الدولة استخدمته على مدار العقود ضد أولاً المعارضين السياسيين من كل الأطياف، يساريين، إسلاميين، بداية مثلاً من القضايا الشهيرة قضية الخميس والبقري، العمال في كفر الدوار، بعد ثلاث شهور من بعد ثورة 52 أخذوا أحكام إعدام ونفذت هذه الأحكام، مروراً طبعاً بإعدام عبد الناصر لقيادات الإخوان المسلمين. أشهر هذه الإعدامات كانت إعدام سيد قطب وأعوانه سنة 65. فدائماً الدولة بتستخدم سلاح الإعدام إسكات كملجأ أخير، إسكات المعارضة السياسية. دي حاجة مش غريبة عن الدولة المصرية. الحاجة الثانية دي من وجهة نظري ممكن برضو نتناقش فيها ونسمع آراء المتحدثين، إن الدولة دائماً بتستخدم سلاح الإعدام كما بتستخدم السجون فعلاً للتحكم ولقمع الفراء في المجتمع. يعني ريم بتقولي مفيش دراسات ما معينة عن مين اللي بياخد حكم الإعدام، بس في الحقيقة من المتابعة اليومية لغاية ما تتعمل الدراسات دي وتتوافر البيانات، الغالبية العظمى من اللي بياخد حكم الإعدام في مصر زي في الدول اللي فيها حكم الإعدام وبالأخص الولايات المتحدة هم من الفقراء، سواء مذنبين أو أبرياء، لأن هم في النهاية ما بيقدروش إن هم يتحملوا التكاليف الباهظة بتاعة المحاماة في قضايا زي قضايا الإعدام. مش كل اللي في السجن بيقدر إنه يوفر الملايين اللي وفرها حد زي هشام طلعت مصطفى، لأنه ما بيصدرش حكم إذا كان هو مذنب أو مش مذنب عشان يقدر يلاقي الثغرات اللي في القانون اللي تطلعوا براءة. الغالبية العظمى من الناس بتصاب سواء مذنبة أو مش مذنبة لحد المشنقة في جمهورية مصر العربية. دي حاجة مش حالة مصرية فقط، موجودة في عدة دول خارج الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو يمكن أكبر مجموعة من الدول ألغت حكم الإعدام من عشرات السنين، مش بسبب جمال ولا إنسانية الحكام هناك، بس كانت ضغط شعبي جاء بعد سنين وسنين من النضال. حملات صغيرة بدأت زائريا أقنعت الغالبية العظمى من الناس في أوروبا إن هذا الحكم حكم فاسد ولا رجعة فيه ولا يحقق العدالة.